على كل الاحوال ارجع لحضراتكم ومنتخبنا الوطني النهارده. طبعا يمكن اليوم الاخير استعدادات الاخيره للكابتن ايهاب جلال قبل الظهور المهم. قلت لحضراتكم مشوارنا في الكان في امم افريقيا كوت ديفوار 2023 مش مشوار صعب قوي، يعني ماتشات ما تشيلش همها قوي. يمكن الجمهور مستني اكتر شكل المنتخب وروح المنتخب واداء المنتخب وبصمه ايهاب جلال تبان شويه في ماتش كوريا. لماتش كوريا ماتش صعب، ماتش ودي لكنه ماتش صعب مع فريق محترم في عدد كبير من الاسماء القويه جدا، وفي نفس الوقت بره ارضك بتلعب في كوريا الجنوبيه، فبالتالي مباراه فنيا هتبقى صعبه شويه على الجهاز وعلى اللعيبه. هنتست بيها ونشوف اذا كان في يعني شغل ممكن نحس ان كابتن ايهاب جلال قادر يعمل تغيير سريع او يحط بصمه سريعه على المنتخب، وفي رايي وفي ظني انه يقدر. فكره وطريقته واسلوب ادائه يمكن الوقت ما يساعدوش، الوقت مش كافي، لكن فكر الراجل طريقته في تطبيق الفكر ده في كل الفرق اللي لعبها قبل كده بتقول انه راجل بيحب يلعب كوره. والقماشه بتاعت والدايلما بتاعتنا مع كل المديرين الفنيين السابقين كانوا وطنيين او كانوا اجانب كانت الكوره، ما كانتش النتائج. هكتور كوبر وصل معانا كاس العالم ووصلنا نهائي امم افريقيا وما كناش راضيين عن المنتخب في التوقيت ده. وصلنا نهائي امم افريقيا مع كارلس كيروش ووصلنا وكنا قاب قوسين او ادنى من التاهل لكاس العالم في مواجهه واحد من اعتى المنتخبات الافريقيه السنغال. محدش يقدر يلومك وانت بتخرج من قدام السنغال، وخصوصا انك خرجت بضربات الترجيح وبرضه في ظروف يعني ومضايقات ومشاحنات ما كناش متوقعينها، لكن يعني خلاص اتعلمنا اتمنى نكون اتعلمنا الدرس. وبرضه الناس ما كانتش راضيه لا بالوصول لنهائي امم افريقيا، والكلام هنا على الكوره والكلام هنا على شخصيه المنتخب والكلام هنا على الاداء اللي بيقدمه منتخبنا الوطني، انك انت وصلت في كل المراحل بشق الانفس. بتتاهل وفي روح وفي رغبه، حسينا حقيقي ان الولاد عايزين يقولوا لا احنا نقدر نعمل، نقدر نشرف اسم المنتخب ونقدر نرفع اسم مصر. لكن كورتنا كانت غايبه، والكوره يعني جهاز فني ومدير فني وفكر وجمعيه اداء ولياقه بدنيه، والحاجات دي كلها افتقدناها لسنين طويله. ما بطالبش وارجوكم ما تطالبوش ايهاب جلال في بدايه مشواره بده، لانه الراجل مش ساحر. وبكره لو عمل فوز عريض جدا مش المفروض ان احنا نسقف له قوي قوي، ولو عمل عرض سيء لا قدر الله او نتيجه نتمنى ان ده ما يحصلش يعني نتيجه وحشه، برضه الراجل مش هيكون مسؤول. فعشان ايه يعني تبقى الامور واضحه، لكن في النهايه انت عندك مباراتين في تصفيات امم افريقيا ان شاء الله، غينيا واثيوبيا، يعتبروا في المتناول وفرصه انك انت تبتدي بدايه المشوار بماتشات مش صعبه قوي عشان يكون رد الفعل الى حد ما يساعدك على انك تكمل مشوارك باريحيه، وده اللي نتمناه. كل التوفيق لمنتخبنا بكره، عنده شويه مطبات، عنده شويه غيابات، طبعا الشناوي هيغيب لاصابته بكورونا، حجازي برضو بره الحسابات، احمد فتوح خرج بسبب نتمنى لهم كلهم السلامه طبعا ويرجعوا في اسرع وقت، لانه الثلاثه الحقيقه من القوام الرئيسي او الاعمده الاساسيه يعني للمنتخب الوطني. خلينا ندخل في اهم الاخبار والعناوين النهارده، والبدايه مع منتخب مصر الوطني اللي بيختتم استعداداته لمباراه غينيا بتصفيات امم افريقيا 2023. سلبيه مسحه المنتخب قبل مواجهه غينيا في تصفيات كاس الامم. وايهاب جلال يستقر على بدائل الشناوي، حجازي وفتوح امام غينيا. الاهلي يمدد عقد محمد محمود لخمس سنوات. والاهلي ايضا يواصل تدريباته استعدادا لمواجهه المصري بالسلوم في كاس مصر. اندبندنت بتقول محمد صلاح يطرق ابواب ريال مدريد بعد ازمته مع ليفربول.